الرحمن الرحيم. ليلى أحكيم، عضو مجلس البلدي. اليوم كنتواجدوا معكم في المركب الثقافي في إطار واحد المنتدى دولي حول التدبير الجماعي العابر للحدود. هذا المنتدى هذا هو الثالث، الأول كان داز في مدينة مالاغا الإسبانية 2010، والثاني في مدينة طنجة 2012، واليوم في مدينة الناظور 2013. المدينة ديالنا استقبلت واحد الوفد اللي هو جاي من ريبوبليكا دومينيكانا، من البرتغال ومن إسبانيا، خاصة من بلدية مالاغا. وهذا الشيء كيدخل في إطار واحد اتفاقية شراكة اللي كتجمع مدينة الناظور مع مدينة مالاغا، كيدخل في واحد البروغرام اللي هو سميتو بوكتيفيكس. اذا اليوم تداولوا بزاف ديال النقاط اللي كيخصوا التدبير الجماعي للموارد البشرية، التدبير الجماعي المحلي. كانوا مداخلات من الناس اللي جاوا من الوفد. اليوم حاضر معنا نائب رئيس بلدية مالاغا، المداخلة ديالو حتى هي كانت في نفس السياق. كنتمناو ان شاء الله مدينة ديال مالاغا ومع المدينة ديال الناظور يخدموا اكثر باش هاد المنتديات يكون عندهم واحد الصدى ويعطيو الصدى للمدينة ديالنا والمغرب ديالنا ككل. وشكرا.